يقول هتلر: من أحقر الناس الذين رأيتهم في حياتي هم الذيول الذين ساعدوني على احتلال أوطاني. بخصوص هاي السيارة، أكو ناس قالوا هاي السيارة صاحبها تركي، الولد كتب انه المدينة 82 كركوك المدينة التركية، فأكو بالتعليقات اجوني قالوا لي انه صاحب السيارة تركي، واكو بيهم قالوا اوروبي، السيارة اوكي رقمها اوروبي دنمارك، الولد عايش بتركيا موجود بتركيا، اما الولد بالاصل عراقي. شو تقول عموري؟ صح الولد يقول صح عراقي يعني وانتمائي للعراق، لكن اتمنى انه تكون كركوك المدينة 82 التركية وحياكم الله. وما أكثر الذيول الذين باعوا وطننا العراق للغريب المحتل، ففي بلدنا العراق المحتل ترى ذيولا قدمت العراق لإيران على طبق من ذهب، وذيولا آخرين تقدم العراق تركيا على طبق من فضة. هؤلاء لا يستحقون أن يطلق عليهم عراقيين مطلقا، بل وحتى العراق لا يتحملهم ويتقيأهم. تحياتي وسلامي ومحبتي، كان معكم أخوكم بشار من صفحة وقناة الحياة مختلف محاورها مع بشار على اليوتيوب والتيك توك. أراكم في فيديو قادم. سلام.